إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد وفي درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. وفي اللقاء الماضي تحدثت عن معنى السيرة والسنة وعن الفرق بينهما وعن منهج المؤلفين في تصنيف السيرة وأنواع المصنفات في السيرة، وختمت اللقاء بنبذة مختصرة عن الحافظ ابن كثير رحمه الله وكتابه الفصول. وفي هذا اليوم، وقبل أن أبدأ بالمرحلة أو الجزئية الأولى من سيرته صلى الله عليه وسلم، أتحدث باختصار عن أهم الدروس المستفادة من دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. وبينت في اللقاء السابق أننا ندرس سيرة أعظم رجل وجد في هذا الكون، ولا غرو في ذلك، فقد اهتم العلماء رحمهم الله بسيرته صلى الله عليه وسلم وألفوا فيه مئات المؤلفات ما بين كبير وصغير ومتوسط ومنظوم ومنثور، وهذا صغير وقليل في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو شخصية عرف قدرها العدو والبعيد قبل الصديق والقريب. فدراسة السيرة مهمة، ولعل من أهم فوائدها أولاً حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فمعرفة سيرة الإنسان ومعرفة حياته تجبل النفوس على الاقتداء به واحتذاء سيره. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فعليه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صغار أموره وكبارها. أما الفائدة الثانية فهي تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى، فبمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم والسير على هديه تتحقق محبة الله سبحانه وتعالى للمسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الفوائد أيضا معرفة كثير من الأحكام وكيفية تدرج التشريع وكثير من أسرار وحكم هذه الشريعة. فمن خلال السيرة تظهر مثل هذه المعالم، فنعرف كثير من الأحكام التي شرعت،
وإذا كانت متدرجة نعرف كيف تدرجت. بدأت في مكة، ثم تدرجت في بداية العهد المدني وإلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل في الخمر. تدرج التشريع في تحريمه على ثلاث مراحل أو ثلاث درجات. ومن الفوائد أيضا معرفة النسخ، لأن معرفة تاريخ التشريع يفيد في مسألة الناسخ والمنسوخ. فالمتأخر ناسخ لما سبق. ومن الفوائد أيضا معرفة الدلائل والخصائص النبوية، ففي أحداث السيرة تظهر دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله وأخلاقه. وأنا سبق أن ذكرت لكم في اللقاء السابق أن أبرز مكونات السيرة هي أربع مكونات: الدلائل والشمائل والخصائص والمغازي. فمن خلال سيرة صلى الله عليه وسلم تظهر الدلائل التي هي المعجزات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الخصائص. فالله سبحانه وتعالى اختص نبيه بخصائص دونها أهل السير، وكذلك شمائل صلى الله عليه وسلم كما يظهر في فوائد كثيرة. ومن الفوائد أيضا معرفة أسباب النزول، فهذه الأحداث التي حصلت في سيرة صلى الله عليه وسلم لها علاقة بأسباب نزول بعض الآيات. ومن الفوائد أيضا معرفة كثير من العلوم كالتفسير والعقيدة والفقه والآداب والنهج النبوي في التعامل مع الموافق والمخالف. فسيرة صلى الله عليه وسلم هي حياته العامة، وكيف كان يتعامل مع الناس، مع المخالفين والموافقين على حد سواء. فكان صلى الله عليه وسلم نموذج فريد، وكما سيأتي في الأحداث التي ستمر بنا في الدروس القادمة نلحظ أن هذا الإنسان كان على درجة عالية، ولذا استطاع أن يجتذب النفوس تحقيقا لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاجتمعت عليه القلوب، لأنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان على درجة عالية من حسن التعامل وحسن التصرف مع المخالفين قبل الموافقين والأصحاب. ولعلي أختم هذا الدرس بنسبه صلى الله عليه وسلم مع قراءة سريعة لمقدمة كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو يقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة.
لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه ونموذجا وعونا له عليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نسب اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبا ونسبا، وإسماعيل هو أبو العرب قاطبة، العرب العدنانية والعرب القحطانية. أما نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان هو أحد أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. واتفق العلماء على نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل على سبعة أقوال، تبدأ من ثلاثة وتنتهي بعشرين جد. ولذا العلماء لأنها كانت محل خلاف لم يخوضوا في هؤلاء الأجداد ما بين عدنان إلى إسماعيل، لكن لا خلاف في نسب صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل. ولعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.